السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث. في حلقة الليلة سنسلط الضوء على نتائج لقاء جدة بشأن الملف اليمني. إذا مشاهدينا، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزير خارجية الرياض عادل الجبير إن الجانبين توصلا إلى تفاهم ومنهج جديد من أجل دعم التسوية في اليمن بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار والقرار 2216، وكذلك رفض الإجراءات الأحادية، في إشارة إلى المجلس السياسي للإنقلابيين. وقال الجانبان إن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ سيقوم بالتحرك من أجل عودة الأطراف إلى المفاوضات لتنفيذ هذا التفاهم الجديد للوصول إلى حل شامل ودائم إذا ما وافق الحوثيون عليه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد لقاءات مكثفة عقدها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظيرهم الأمريكي جون كيري والمبعوث الدولي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وبعد جلسة مباحثات سعودية أمريكية تناولت سبل إنهاء الصراع في اليمن واستئناف محادثات السلام. نتوقف عند هذه المستجدات لنناقشها في محورين: ما مضمون وطبيعة التفاهم الجديد الذي توصل إليه الجانبين الأمريكي والسعودي بشأن الحل في اليمن، وما هي الضمانات الكفيلة بإلزام الحوثيين وحليفهم بالجلوس على طاولة التفاوض من جديد وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع ضيوفنا من الدوحة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر، وسينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي عارف أبو حاتم، على أن ينضم إلينا لاحقا الأكاديمي والسياسي السعودي خالد الهميل. لكن مشاهدينا، قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نشاهد التقرير ومن ثم نعود. رؤية للحل السياسي في اليمن تقوم على أساس استيعاب ميليشيا الحوثي والمخلوع في صيغة للحل تمنحهم فرصة للعبور إلى المستقبل على أنقاض بلد لم يتبقى منه الكثير. القبول بمشاركة الحوثيين في مقابل ضمان أمن وسلامة الحدود السعودية بند يبدو أنه يعكس رغبة المجتمع الدولي في إقفال ملف الأزمة اليمنية دون مراعاة لإنهاء محفزات العنف وأسبابه. لا جديد في الرؤية التي قدمها وزراء خارجية اللجنة الرباعية المشكلة من كل من وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات، غير إلقاء الكرة إلى ملعب الحوثيين والمخلوع صالح، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في مؤتمره الصحفي مع عادل الجبير حين قال: تفاؤلنا يعتمد على موقف الحوثيين وداعميهم في المنطقة تجاه الحل السياسي. منذ العام 2011 واليمن على طاولة المجتمع الدولي الذي لم تفلح وصفاته المتعددة في إعادة الروح لبلاد تعاني من ويلات حرب مستعرة منذ عام ونصف، وكل مشروع للتسوية يحيل إلى أزمة أكبر، وكل رؤية دولية تفتح جرحا جديدا في الجسد اليمني المثخن بالوهن. تحولت اليمن لثقب أسود يبتلع مواقف اللاعبين الإقليميين والدوليين ومساحة لتنفيس حدة الصراعات وزيادة مساحة الابتزاز على حساب دماء اليمنيين الذين علقوا في ثنايا مدافع القتلة الذين سرقوا دولتهم تحت سمع وأنظار العالم الذي يبدو اليوم غير مهتم إلا بالتعبير عن قلقه جراء فشله في اليمن. وزير شؤون الشرق الأوسط في بيان صحفي له اعتبر أن ما يحدث في اليمن ليس إلا صراعا سياسيا مستحكما ويحتاج لجهود دولية لإنهائه، وهذا مدخل يراه الكثير من المراقبين غير عادل ومنحازا بشكل كبير. الاجتماع لم يتطرق للحكومة ولم يشر إليها ولا إلى دورها في المرحلة المقبلة، ربما لاعتبارات تتعلق بكونها قد وقعت على شيك بياض للموفد الأممي قبل انتهاء جولة مشاورات الكويت. لا تمتلك الحكومة خيارات، ولا يبدو أن لديها القدرة على أن تعمل وفق قواعد الاشتباك الدبلوماسي والعسكري والسياسي في وقت واحد، وتتصرف بناء على ردة الفعل. وموقفها على ما يبدو مما حدث اليوم لن يخرج عن إصدار بيان تأييد دون التفكير في أن الجزء المفقود من النص موجود في الداخل اليمني وكان بحاجة لقراءة ذكية لاستعادته كاملا.
إذا مشاهدينا نبدا النقاش مع سينضم الينا الان الدكتور محمد المسفر استاذ العلوم السياسيه بجامعه قطر وايضا معنا المحلل السياسي عارف ابو حاتم. نبدا معك دكتور محمد، مساء الخير. مساء النور. يعني دكتور محمد، بدايه تفاهم ومنهج جديد توصل اليه الخليجيون والامريكيون لدعم السلام في اليمن، ما مضمون وطبيعه هذا التفاهم بحسب قراءتك لهذا اللقاء الاخير الذي اقيم في جده؟ فيما أعلم وفيما أسمع وفيما أقرأ أنه ليس هناك جديد أتي به سوى نقطة واحدة، وهي قول وزير الخارجية الأمريكي كيري، يقول أنه على الحوثيين تسليم السلاح الثقيل لطرف ثالث. من هو الطرف الثالث الذي يقصده الوزير الأمريكي؟ ذلك الأمر الجديد في هذا. قيل بحكومة وحدة وطنية، هذا سمعناه سابقا، معنى ذلك أنه تشترك فيه جميع الأطراف السياسية. قيل بأنه تسليم السلاح الثقيل إلى طرف ثالث، هذا الأمر الجديد في الأمر. قيل أنه على الأطراف أن تلتزم بالمحددات أو الأركان الثلاثة المعروفة، وهي الحوار الوطني اليمني، قرار مجلس الأمن 22/16، المبادرة الخليجية، وذلك الكلام سمعناه سابقا. أنا أعتقد أنه هذا المؤتمر مع الأسف الشديد هو محاولة لتثبيط الإنجازات التي تمت في العشرة الأيام الأخيرة. بمعنى ذلك أنه التقدم المحرز على جبهة نهم شرق صنعاء، هذا حقق إنجاز كبير. السيطرة على سلسلة جبال المداوير أيضا الاستراتيجية المطلة على نهم، أيضا يراد لها الإيقاف، لأنه الآن مطلوب إيقاف وقف إطلاق النار على الأقل، وأن يكون هناك هدنة. والهدنة كما تعودنا عليها أنه تمكين الحوثيين وتمكين علي عبد الله صالح من إعادة التعبية وإعادة الانتشار وإعادة التسلح، وبالتالي نقول أن هناك أزمة كبيرة الآن تحدث. إذا وقفت العمليات هذه سواء في نهم، شمال صنعاء، في شرق صنعاء، والتقدم في الجبهة في تعز، والتوسع في وعدم التوسع في دائرة تحرير تعز كاملة، أنا أعتقد أن ذلك هو تثبيط الهمم والعزائم التي انتشأت والروح المعنوية التي انتشأت الآن في اليمن، مقابل محاولة أو مقابل رؤية الانهيارات الآن في صفوف الطرف الآخر، أعني صفوف علي عبد الله صالح والحوثيين من هنا. لكن يعني دكتور، إذا كان هناك نوايا صادقة، فيجب الاستمرار في عملية دك مواقعهم حتى أن يذعنوا إذعانا كاملا بإعلانهم وقف إطلاق النار، وبإعلانهم بانسحابهم من تعز ورفع الحصار عنها كاملا، وكذلك إطلاق سراح المعتقلين، وهذه المبادرات التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ومن التالي فيما بعد أن يدعو ممثل الأمم المتحدة إلى اجتماع ثاني. لكن دكتور، يعني هذا الاجتماع، في ذلك الاجتماع أنا أعتقد أنه كما هو، أيهما أولى، أيهما أول، البيضة أم الدجاجة؟ هذه هي المشكلة التي. لكن دكتور، يعني هل هذا الاجتماع الذي تم حاليا في جدة سيعمل على إنهاء هذا الانقلاب أم أنه سيعمل على إعادة إنتاجه وحمله إلى المستقبل؟ أنا يا سيدي أعتقد أن مؤتمر جدة، وهذا عن غير رغبة دول التحالف، هناك ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، ولست أدري لماذا الضغوط هنا وتترك الحبل على الغارب في العراق وفي سوريا. هناك في أكثر من 700,000 قتيل وجريح، هناك أطفال نراهم على شاشة التلفزة العالمية، هناك نرى الدمار الشامل، سواء بأسلحة الدمار الشامل، سواء بأي قتال يجري في سوريا وفي العراق، نرى ذلك، وعلى الحدود التركية نرى ذلك يسير على مدار الساعة ولا يثير أي قلق من أي طرف آخر، بينما اليمن مثار قلق الولايات المتحدة وقلق بريطانيا. وهذا كله أنا أقول بأعلى صوتي أنه محاولة لمنع أي انتصار لقوة عربية مهما كانت، حتى لو كانت حليفة للولايات المتحدة الأمريكية والممثلة في دول مجلس التعاون. هذه أول مبادرة عسكرية. يعني هو برأيك دكتور، يعني ما السر وراء تعامل واشنطن بهذا الشكل؟
أنا كما قلت وأكرر بأنهم لا يريدون لهذه الدول أي عمل ينتصرون من أجله. لا يريدون أن تحقق أي هدف من أهداف القوة التي بيدهم. لا يريدون أي إنجاز لقوة مجلس التعاون أو للتحالف العربي تحت أي مظلة كانت، حتى ولو كانت بنظر الولايات المتحدة. ورأينا انسحابهم من الرياض، ورأينا انسحابهم من العند، ورأينا انسحابهم من أماكن أخرى كثيرة ومتعددة. ما دلالة ذلك؟ ولماذا الاهتمام على هذه الزاوية التي هي الخاسرة الأمنية للمملكة العربية السعودية على وجه التحديد، والتي نحافظ على أمنها وسلامتها واستقرارها وسيادتها، وكذلك دول مجلس التعاون عامة بما في ذلك من الكويت إلى عمان إلى قطر إلى البحرين إلى الإمارات؟ وهذا ما كان يعني هو الحاضر الأبرز في لقاء اليوم، انتصار أو تحقيق إنجاز عسكري أو اقتصادي أو حتى تنمية في أي دولة من هذه الدول إلا تحت طائلة مظلتهم الحقيقية، وهي عدم الرغبة في أي انتصار لنا. وإلا كان حسمت هذه القضية كما حسمت اليوم على الحدود التركية السورية بإرادة أمريكية روسية. نعم، لكن دكتور يعني بعد هذا اللقاء الذي ختم اليوم، يعني هل نتوقع موقف من التحالف العربي أو إعلان لوقف العمليات العسكرية في اليمن بناء على هذا اللقاء؟ أنا أخشى ذلك. أنا أخشى يعني مع الأسف الشديد جماعتنا أو دول التحالف العربي وعلى وجه التحديد دول مجلس التعاون عندهم أخلاقياتهم السياسية عالية جدا، أخلاقياتهم الاجتماعية والدينية عالية جدا، وبالتالي ليسوا من أصحاب المكر والخدعة السياسية كما تمارسها الولايات المتحدة أو كما يمارسها السوريون الآن أو كما تمارسها روسيا في ميدان المعركة من إيران من موسكو إلى إيران إلى سوريا والعودة مرة أخرى. سيراهنون الولايات المتحدة وبريطانيا، سيراهنون مراهنة قوية جدا على أن دول مجلس التعاون أو الدول التحالف العربي الممثلة في دول مجلس التعاون على وجه التحديد سيخضعون للتهديد الذي جاءهم بأنه عليهم أن يوقفون القتال وبأنهم هم قوة هم دولة يجب أن يوقفون القتال أمام عصابات. أنا أقول لو ركزت القضية حقيقة من دول مجلس التعاون بالرفض الكامل لوقف إطلاق النار حتى يذعن الحوثيون وأنصارهم وكذلك يذعن الآخرون يعني قصدي علي عبد الله صالح وجماعته للإرادة الشعبية اليمنية، لإرادة الإرادة الشعبية والحكومة الشرعية اليمنية، وفيما بعد عندما تضع الحرب أوزارها لا مانع من اشتراك الحوثيين في العملية السياسية، لكن لا يكون حزبا مسلحا في خاصرة المنطقة على الإطلاق. الأمر الثاني يا سيدي، وهذا هو تهديد إيران اليوم بتهديد بارجة عسكرية في مضيق هرمز اليوم، والمفاوضات جارية والمؤتمر الصحفي جاريا في الرياض، لم تعطي إيران أي اعتبار لهذه القوة، بل بالعكس حاصرتها وهددتها وما زالت هذه الباخرة ليس هناك رد فعل. يقول وزير خارجية أمريكا في جدة اليوم بأنه على الحوثيين أن يدركون بأنهم أقلية في اليمن ويجب أن لا يعملوا ما يفعلونه الآن. يجب أن يسمعهم الكلمة الجيدة بأن نحن مع الشرعية، وأي واحد يرفع سلاحه ضد الشرعية اليمنية اليوم سيكون عدو الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك ما يفهمه الحوثيون، يفهمه علي عبد الله صالح، وتفهمه إيران ولا غيره. دكتور، كما فهمتها روسيا، وكما فهمتها سوريا، وكما فهمتها إيران على الحدود السورية التركية اليوم. هذا هو الموقف الجدي الحقيقي. أتمنى أن دول التحالف العربي ألا يوقفون زحفهم الآن لتطهير وتحرير تعز من الحصار وطرد الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وكذلك ليس الزحف على صنعاء وإن محاصرة صنعاء وإنجاز المهمة في كل المناطق سواء في نهم وسواء في عمران وسواء في أي منطقة من المناطق الاشتباك اليوم يجب أن تتم، وعدم الوقوف حتى يذعنوا هؤلاء. وإلا معنى ذلك محادثات
مدوا جزء نعم كما كانت في الماضي، يعيدون التسلح، وزادت الصواريخ الآن، وزاد الهجوم بالصواريخ على دول الجوار، وهنا الأمر الجلل الذي يحاصرنا الآن. نعم، يعني دكتور أيضا بما يتعلق بالجولة التي يدعو إليها يعني وزراء الخارجية لكلا الدولتين، يعني هناك أربع جولات سابقة كانت أيضا وفق مؤتمر الحوار الوطني وأيضا المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن، لكن قوبلت كل هذه الجولات بالتعنت والرفض من قبل هذه الميليشيا، وأيضا اليوم بحضور ولد الشيخ في هذا اللقاء، هو يعرف جيدا ماذا تم في الجولات السابقة، يعني لماذا يعودون إلى نقطة الصفر والدعوة مجددا إلى لقاء جديد؟ يعني كيف تقرأ ذلك؟ يا سيدي أنا ما عندي مانع، يدعون ما يدعون إليه، يدعون إلى إعادة خارطة الطريق كما قالوا، ويجتمعون ويصير في حوار مرة أخرى، لكن يجب عدم الوقوف، يجب عدم التوقف من قوة التحالف في العملية العسكرية اليوم، يجب أن يصير اثنان بالتوازي، مفاوضات أينما أرادوها الحوثيين وفي أي مكان شاءوا، وفي نفس الوقت استمرار المعركة الحقيقية التي تقودها قوة التحالف العربي. إذا وقفت الحرب على الحوثيين وعلى هؤلاء، فإنها سيعودون التموضع وإعادة الانتشار وعملية التعبية العامة لهم ولجماهيرهم، وبالتالي إعادة التسلح. ورأينا في الأيام الأخيرة زادت عمليات الغارات الجوية على دول الجوار بالصواريخ، وأن هناك إيران تقول بأن هناك صواريخ إيرانية موجودة فيها، وأنه لم يحكم الحصار. نعم، نتوقف عند هذه النقطة، يعني دكتور هذا هو جوهر الكلام. نعم دكتور، أستسمحك بالانتقال إلى ضيفي الآخر المحلل السياسي السيد عارف أبو حاتم. يعني سيد عارف، الدكتور محمد المصفر ضيفنا الآخر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، يعني يتحدث الدكتور عن تخوفه من أن يعلن التحالف العربي عن توقف عملياته نتيجة لهذا اللقاء الذي حدث اليوم، يعني ما تعليقك أنت؟ التحالف لن يوقف عملياته، تحية لك وتحية لأستاذنا الدكتور محمد. أهلا بك. التحالف لن يوقف عملياته في اليمن، لأنه يعرف أن هذه حرب ألف سنة القادمة، هذه حرب وجود وليست حرب حدود، ليست حرب لمجرد فقط إعادة الشرعية اليمن، إنما لكسر الذراع الإيرانية في اليمن، إنما لاستعادة اليمن إلى إعادة اليمن لحاضرتها العربية. حرب جاءت بين قوميتين، الآن حتى الدعم الأمريكي لإيران لم يعد ذلك الخفي، بل أصبح دعما معلنا. بمجرد أن التحالف اقترب من العاصمة صنعاء، إيران سحبت، أمريكا سحبت 45، خففت المستشارين الأمريكيين العسكريين في هذا التحالف من 45 إلى 5. نعم. هذه الآن حرب علنية، وإيران أعلنت أمس الأول صراحة أنها أهلت فيلقا عسكريا حربيا للقتال. نعم. في سوريا واليمن. ما الذي ينتظر التحالف العربي أو دول الخليج أكثر من هذا؟ الآن إيران أعلنت صراحة حربهم في خاصرتهم الجنوبية، وهم يعرفون بأن الوضع الجغرافي لليمن بقدر ما هو رحمة لنا ولهم بقدر ما هو لعنة أيضا. نعم. إذا ما تم إشعال هذه الخاصرة الجنوبية، فإن سيكون أمن المملكة مهدد، ثم يليها أمن عمان والإمارات. نعم. يجب أن يكون هناك موقف. نعم، يعني سيد عارف أيضا كما تابعنا اليوم في لقاء جدة، يعني رؤية جديدة للحل السياسي تقوم على استيعاب ميليشيا الحوثي والمخلوع في صيغة للحل تمنحهم فرصة للعبور إلى المستقبل، يعني هل هذا ما يمكن قراءته في نتائج لقاء جدة الأخير بشأن اليمن؟ لقاء جدة الأخير في تقديري أنه لم يأتي بجديد، وإنما تحدث بلغة جديدة هكذا بوضوح. ولا مثلا جونكيري يقول يجب تسليم الأسلحة إلى طرف ثالث، نحن استفزيتنا كلمة طرف ثالث. إذا عدنا إلى الرؤية التي قدمها ولد الشيخ، يقول تسليم الأسلحة إلى لجنة مشكلة. سيد عارف، من يقصد بهذا الطرف؟
طيب أوضح لك، إذا عدنا للرؤية الأممية، الرؤية الأممية تقول تسليم الأسلحة إلى لجنة مشكلة ممن لم يشتركون بالحرب من الجهة من الطرفين، ممن لم يشتركون بالحرب لا ينتمون إلى الطرفين، ويعينها الرئيس حادي. بما معنى بلغة أخرى، هم لطرف ثالث أيضا، ليس ما فيها ما يستفز. أيضا إلغاء التراتبية، الرؤية أيضا إلغاء التراتبية. لو كانت الرؤية شملت التراتبية لكانت قالت الانسحاب من كامل المحافظات وعدم الاكتفاء بصنعاء وتعزو الحديدة. الحديث عن الأسرى والمعتقلين كانت لأنه الاعتبارات الإنسانية لم يتم المس بهذا البند. كل في تقديري ما فعله والد الشيخ أو القديس الذي عمله القديس الذي قاله جون كيري هو أنه أملى رغبة أمريكا بالذهاب نحو مشاورات جديدة، مع أنه لو كانت الولايات المتحدة جادة في إنقاذ ما تبقى من مسار الدولة اليمنية وفي إنقاذ الشرعية اليمنية وفي إنقاذ شعب ودولة واقتصاد، كانت ستضغط على الحوثيين لتنفيذ الرؤية الأممية التي جاءت نتاج 100 يوم كاملة من المشاورات في الكويت. هذه المشاورات لم تكن بين طرفين فقط، وإنما كان هناك خبراء، كان هناك سفراء 18 دولة، كان هناك مكتب من الخبراء العسكريين والفنيين والاقتصاديين مع والد الشيخ الذين كانوا يتبعون مكتب المبعوث الأمم المتحدة. تقدم الناس بهذه الرؤية، وافق عليها الطرف الحكومي رغم ما كان فيها من عيوب وما فيها من عوار، مثلا فيما يتعلق بالانسحاب لم يقل من جميع المحافظات، فيما يتعلق بالأسلحة، فيما يتعلق بأشياء أخرى. مع ذلك الجانب الحكومي وافق عليها لأنه يريد أن يجنح للسلم لأنه انطلق المسؤولية. الجانب الحوثي رفضها كلية. كنا ننتظر من الاجتماع اليوم في جدة أن يتم الضغط على هؤلاء الانقلابيين إما لتوقيع الرؤية الأممية والمضي نحو حل سياسي سلمي، وإما الاتجاه نحو الحل السابع، نحو البند السابع، وهو تنفيذ القرار 2216 بالقوة المسلحة، لأنه مصدر تحت هذا البند الذي يريد استخدام القوة المسلحة، ويجب إشراك المجتمع الدولي بتوجيه من الأمم المتحدة ومن مجلس الأمن بأنه يجب كما حولت الناتو بتوجيه ضربات في صربيا في 98، كان يجب الآن يتخذ نفس الفكرة ويحول الناتو بتوجيه ضربات الجماعة الحوثية، لأن حتى تدعين لشرعية الدولية وقراراتها. أما أن يكون جماعة تقولها صراحة دون مواربة لا نعترف بالشرعية الدولية ولا بقراراتها ولا بشرعية الرئيس هادي ولا مبادرة خليجية ولا مخرجات حوار، ثم يأتي جون كيري ويدعوها إلى استمرار المشاورات، هذا المطلوب 100 يوم أخرى. نعم يعني أستاذ عارف، ونحن نداري هذه الجماعة. هذا المطلوب أن تستمر 100 يوم أخرى حتى يظل المجتمع الدولي يبتز التحالف، خاصة السعودية، بمسألة الانتهاكات. لماذا لم نسمع عن انتهاكات حوثية وهي التي بدأت بدار الرئاسة وأنتهت مدارس الأطفال والمستشفيات؟ بالفعل الحديث عن انتهاكات من وجهة نظر واحدة. لماذا لم نسمع ما يتعلق بالحريات العامة بأنهم قتلوا صحفيين، أغلق الصحف، أغلق القنوات، تم اعتقال سياسيين من منازلهم، تم اعتقال أطفال، تم تجنيد أطفال؟ لم نسمع يوما تقريرا غربيا واحدا تحدث عن انتهاكات الحوثيين. نتوقف عند هذه النقطة سيد عارف أبو حاتم. صحراء مأرب من قبل التحالف قامت قيامة صحف الغرب ومنظماته والسخرة والكتبة الذين يعودون معه. نعم سيد عارف أبو حاتم، نتوقف عند هذه النقطة، نعود بسؤال إلى الدكتور محمد المسفر. بسؤال أخير دكتور محمد، يعني كما فهمنا من حديث جون كيري فإن ما يشبه الطمأنة حصلت عليها السعودية من ما يهددها على الحدود، هل هذا يعني أن المملكة حصلت على ضمانات يعني بأمن حدودها وسيادتها، وهو ما تبحث عنه فيما يخص اليمن، وما هو وما كان بارزا في لقاء اليوم؟ سيدي، الضمانات الحقيقية لأي دولة لا تستمد من أطراف خارجية. الضمانة الحقيقية هي ضمانة المواطن في المملكة العربية السعودية، هو الرجل، هو الإنسان الذي يعني يحافظ على أمن بلده وحدوده وعلى كيانه السياسي بالكامل وعلى نظام حكمه. ذلك هو الضمانة الوحيدة، والجبهة السعودية الداخلية هي الضمانة الحقيقية، وأنا أعتقد أنه ليس هناك ضامنا من الخارج يكفل أي عدوان خارجي على الإطلاق. إنما نقول بأن كيري وهو يقدم ضمانات بأنه يجب إنهاء هذا المرض السرطاني الذي ينخر في المجتمع اليمني والذي ينخر في مجتمع الخليج والجزيرة العربية وكذلك القرن الأفريقي، لأنه لن يكون سليم من ذلك، ولن تكون سليمة ولن تكون قريبة ولن تكون بعيدة
مصر والسودان عن ما يجري في اليمن على الإطلاق. وبالتالي نقول أنه كيري مهما قدم من ضمانات لن ترقى إلى الضمانات الحقيقية التي يعني نحن شعب الخليج سندافع عن أمن وسلامة واستقرار دولنا الخليجية والمملكة العربية السعودية بدمائنا دون تدخل أي طرف خارجي على الإطلاق. نعم. الأمر المطلوب مرة أخرى وأخيرة وآخر ما أقول في هذه المداخلة أنه أتمنى ألا تقف الحرب اليوم من قبل قوى التحالف في التصعيد الذي حتى تتم إنجاز المهمة في تحرير تعز كاملة ورفع الحصار عنها. نعم. وطرد الحوثيين وعلي عبد الله صالح وجماعة من هذه المنطقة، وكذلك ما يجري في شمال أو شرق صنعاء من هذه المناطق، الإنجازات التي تمت في نعم والمناطق المختلفة التي نحن فيها. نعم. يجب ألا تقف هذه المعركة حتى يذعن هؤلاء الخارجين الباغين على النظام والباغين على السلطة بقيادة علي عبد الله صالح والحوثيين بدعامة إيرانية، كما رأينا كما قلت الآن وهم يتعرضون لبارجة أمريكية في وسط البحر وهم في اجتماعهم، وكما هم شكلوا كما قال الأخ عارف الجيش الشيعي الذي هو جيش التحرير الشيعي الذي يعملون عليه أو الذي عملوا عليه وشكلوه لتحرير سوريا وتحرير اليمن. نعم. ممن يحررونها؟ من أهلها؟ هذا خيال، يجب أن يدرك الأمريكان والإنجليز هذا الموضوع، ويجب أن تدرك الأنظمة الخليجية بأنهم في مأزق إن لم يستطيعوا دحر هذه القوة حتى لا يقوم لها قائمة أبدا. نعم. أشكرك دكتور. وضحت الصورة الدكتور محمد المصفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك. نعود بالسؤال إلى ضيفنا المحلل السياسي عارف أبو حاتم. يعني سيد عارف، أي آمال تعقد على نتائج مؤتمر لم يشير إلى الحكومة الشرعية ودورها في المرحلة المقبلة، حتى أنها غابت عن جلساته وكواليسه ربما، ولم يتحدث صراحة على ضرورة تطبيق المرجعيات الدولية، وخفف من لهجته إزاء الإجراءات إجراءات الإنقلابيين وضرورة تسليم السلاح والانسحاب من المدن؟ أولا يبدو أننا لدينا استفزاز من حكاية أن يجتمعوا 4 وزراء خارجية يناقشون قضية اليمن ليس بينهم وزير خارجية اليمن. نعم. صحيح أنه شيء مؤلم أننا لم نعد طرفا في تحديد مصيرنا، لكن هذا ما عودنا عليه نظام علي عبد الله صالح حين يجتمع المانحين لمناقشة قضايا اليمن، لم يحضر بينهم أي مسؤول يمني. نعم. علي عبد الله صالح كان قد سمح بتدويد اليمن وانتهاك سيادة اليمن وفعل ما هو أسوأ من هذا. الآن في الأول والأخير حتى نفترض إذا ما جازت العبارة نقول تم طبخ قرارات أو موافقات، فبتعبير وزير الخارجية اليمني دعهم يطبخوا ما يشاءوا فلن نأكل إلا ما نشتهي. في الأخير الشرعية شرعية الحكومة اليمنية والحكومة الشرعية لن تأخذ إلا بما ينسجم مع توجهاتها ومع حرصها على شعبها وطنها وأمتها، ولن تأخذ إلا ما يتناسب مع قناعات هذه الشرعية التي تعبر عن وجدان وروح الشعب اليمني. أما المجتمع الدولي قادر أن يمني علينا ما يشاء، لو كان لهذا المجتمع الدولي كلمة أو له سيادة كان سيذهب بهذه الميليشيات الحوثية التي يخرج شاب مراهق مثل عبد الملك الحوثي يقول لا يعترف بمجتمع دولي ولا أمم متحدة ولا شرعية ولا أي مواثيق ولا يلتزم بأي شيء أصلا. هل هناك جدية مثلا في التخاطب مع هذه الميليشيات أو في تصنيفها كجماعة إرهابية وإدراك قوائم الجماعات الإرهابية؟ حتى الآن لا زال المجتمع الدولي متواطئا ونحن على بينة من ذلك، والموقف الدولي الموقف الأمريكي من الحوثيين لم يعد بحاجة إلى تفسير أو توضيح. لكن فيما يتعلق بمخرجات اليوم وما سيترتب على ضوئها، هو في هذا الجانب يعني سيد عارف ما في الأخير يعني أوضع عليك سؤال أخير، يعني ما هي السيناريوهات المحتملة؟ نعم سيد عارف ولو قاطعتك، يعني ما هي السيناريوهات المحتملة بناء على مخرجات مؤتمر جدة الحالي؟ ربما يكون هناك عودة للمشاورات وربما يحتضنها الجامعة العربية مثلا، لكن لنفترض أيا كان المقر، لكن المشاورات في تقديري لن تكون قبل انتهاء إجازة عيد الأضحى القادم، وبالتالي ستكون مع مطلع شهر 10 شهر أكتوبر، هذا ما أتوقعه. قبل ذلك لا أتوقع أن يكون مشاورات، ولا أعتقد أن الجانب الحكومي إطلاقا سوف يذهب إلى مشاورات
دون الحصول على ضمانات أممية دولية بأنه سيلتزم الجماعة الحوثية بالتوقيع على كل نقطة يتم التوصل إليها. هذه نقطة. والنقطة الثانية، لن نذهب الوفد الحكومي المشارك إلا بعد أن يتفق مع الأمم المتحدة ومع الجانب الإنقلابي بأن سيتم مناقشة هذه النقاط المتعلقة بترتيب المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين، تسليم الأسلحة المتوسطة الثقيلة للدولة اليمنية، الانسحاب من المحافظات، إخلاء مؤسسة الدولة، إلغاء كل ما ترتب عليه الإنقلاب بما في ذلك اللجنة الثورية والمجلس السياسي. هذه النقاط التي يجب نقاشها، وسيتم وضع شرط آخر وهو وضحت الصورة ترعية الرئيس هادي أو الذهاب إلى حكومة قبل تنفيذ هذه النقاط الخمس. أعتقد جازما أن الجانب الحكومي لن يتنازل عن هذه النقاط. نعم سيد عارف، يعني دهمنا الوقت، يعني انتهى موعد الحلقة في بهذا القدر نكتفي. أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي عارف أبو حاتم، كما أشكر الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. وأيضا مشاهدينا ختاما أشكركم على كرم المتابعة، حتى أن نلتقي في حلقة قادمة، أترككم برعاية الله.